الظلم والاستبداد والغلب و... كل حلقة من برنامجنا هنتعرف على فنان أو فرقة من العالم العربي. ليبيا حرة الحمد لله، بس أنا نبي حرية في العالم كله، ما زال في دولة. هلا هم غنيهم وفقرنا، انجعوا أطعمهم لحمنا، فنحن لقصورهم إما نموتوا نموتوا، يموت الوطن وتحيا كراسي الزعماء. في واحد كلمنا يا جدعان اسمه حسن عايز يصور معانا فيلم دوكيومنتري. احنا العرب بصفه عامه يعني عايشين في واقع ديكتاتوري. وكان قبل الثوره وعمل قلق جدا، يعني هو بيتكلم على النظام طبعا وعلى مبارك. ما عملناكوش مشاكل؟ اه اكيد طبعا، بيضربوا بعصيان وبحديد وبمواسير خراطيم خرزانات، لدرجه ان كان في واحد فيهم كان بينط في الهواء وبينزل برجليه الاثنين على وشي وعلى ظهري. Kids in the street with no pot to piss in, living on their own cause their papa's missing. But if the people in Egypt and Tunis could do this, decide their fate, then why wouldn't we? More than 40 years, he done brought the nation under occupation. We cannot be waiting, we gon' stop debating. When one of us dies, 10 jump in line ready to box for Satan. ما تحبش تقابل البوليسية في المركز، ما تحبش تتعامل معاهم، ما تحبش. صاحبنا كان بحذانا بعدين راح وين حمادة، في قالوا في أمن دولة. لما تعرف حكايتهم وكفاحهم عشان يوصلوا صوتهم للناس، فكرتك ممكن تتغير. شاي الثورة بيغلي ولسه مصر ما نشربهوش، قبل ما يرتاح دم الشهداء من ريحة الخرطوش. دي القنبلة لو جت في الصدر المصري ما تجرحوش، واللي يفور دم المصري حقه يروح في فشوش. لو بابا الله يرحمه كان موجود وشافه كان هيبقى فخور جدا بيه. يعني احنا كنا نازلين نقول حاجتنا سلمية سلمية، وهم هجوم هجوم هجوم، وتحس ان احنا في حرب. اما من ناحية التعب بتعبنا برشا، بتعبنا برشا. كنا ثلاثة مسيحيين وثلاثة مسلمين في الفرقة، فطب ما احنا هو مصر اهو. نوصل ان البندات تبقى مكان المطربين اللي هم بتوع السوق اللي فعلا ما بيقدموش حاجة تفيد الناس. في شبهة يقولون انه حرام بسبب انه بيحرك المشاعر، بس ايه اللي عيب في تحريك المشاعر؟ كانوا دايما عايزين الفن الهلس والفن المسخره والفن اللي ملوش رساله وملوش هدف ملوش لازمه والكلام بتاعه ملوش اي معنى. اديني فرصه اتكلم، انت بقالك ساعه بتتكلم وانا قاعد عمال ابص لكم ومحدش عارف بيقول ايه فين امتى. تونس بلادنا بالكذا ولا بتهم، تونس بلادنا والجال هجم يتسلم، تونس بلادنا اليد في اليد الناس الكل، مدام القلب مازال يتكلم، مدام الشعب يهيج برئيس البلاد واليوم نتكلم. حرب بدات مدام مازلت نشوف الظلم، هاك تشوف قلب المواطن تعبى من العذاب، فكوا الفلوس والمناصب طيشونا كل الكلاب، لعبوا علينا علمونا تونس الخضرة بلاد الخير، سرقتونا يا ولد. دم خويا في رقبة مروان وعمار الجبري، هذا الراب هو اللي تبنى القضايا متاع الشعب. أنا دلوقتي في التحرير، والتحرير ده بالنسبة لي أكن أمي اللي بجري عليها وترمي في حضنها أول ما بحس إن أنا خايف أو محتاج حد يطمني. ساعة ما اتولدت وأنا ما فهمتش غير معلومة إني أبعد عن السياسة والنفاق. موسيقى مختلفة لكن كلها بتقول نفس الحاجة، غني حرية.